وهبتدي معاكم الأخبار بميعاد بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2024-2025. محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ترأس المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وده كان في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة علشان يناقشوا خطة العام الدراسي الجديد 2024-2025. الوزير استعرض الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، واللي من المقرر ان هي هتبدأ يوم السبت اللي هيكون موافق 21 سبتمبر 2024، وهينتهي العام الدراسي يوم الخميس اللي هيكون موافق 5 يونيو 2025، وده هيكون بعد 35 أسبوع هو مدة العام الدراسي، هيتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين. من المقرر كمان أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 لحد الخميس 23 يناير 2025، والفصل الدراسي وامتحانات الفصل الدراسي الأول هتكون يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وبعد كده يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 لحد الخميس الموافق 5/6/2025. ميعاد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية هتكون يوم السبت الموافق 24/5/2025. أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فهتبدأ السبت 31 مايو 2025، وهتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/6/2025، وطبعا أجازة نص السنة هتكون مدتها أسبوعين يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 لحد الخميس الموافق 6 فبراير 2025، والمواعيد دي هتشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة للغات. ده الخريطة الزمنية للعام الدراسي كاملا، العام الدراسي 2024-2025. إن شاء الله يبقى عام دراسي سعيد. خلاص فاضل يعني بنتكلم 21 سبتمبر هتبدأ السنة الدراسية، فاستمتعوا بالوقت المتبقي في الأجازة. كان واحنا طلاب أول ما يطلع الخبر ده أنا فاكرة نبتدي نعد الأجازة نص سنة يعني من قبل ما ندخل يعني، فطبعا يعني كل الطلاب نبتدي إيه يعني كلنا نتفسح، وأجازة سعيدة إن شاء الله عشان تدخلوا عام دراسي جديد بكل طاقة.